نعم عبد الإله، في البداية صباح الخير عليك وصباح الخير على السادة المشاهدين. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنذ بدء الجائحة كانت لا تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية هنا في المسجد الحرام، وذلك من خلال كافة الإدارات التابعة لها وفي كافة أروقة المسجد الحرام. ونحن هنا نتواجد الآن في المسعى تحديدا وفي إدارة خدمات التنقل أو في مكان خدمات التنقل، حيث العربات الكهربائية واليدوية توزع هنا للمعتمرين والزوار. هذه الإدارة أطلقت تنقل مبادرة وهي تنقل آمن، راح نعرفها الآن مع الأستاذ أحمد المقاطي مدير إدارة التنقل بالمسجد الحرام. أحمد، في البداية يسعد صباحك. أول شيء، رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة تنقل آمن، إليه تحدثنا عن هذه المبادرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن بن دس حفظه الله في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن حملة محترزون وجميعا حذرون، أطلقت وكالة الرئاسة للخدمات والشؤون الميدانية لتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في إدارة خدمات التنقل في مبادرة تنقل آمن. هذه المبادرة تعتبر مبادرة توعوية للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك للحد بمشيئة الله من انتشار فيروس كورونا. جميل. طيب أستاذ أحمد، يعني احنا نشوف الآن وإحنا متواجدين هنا بالمسعى، نشوف هذه الخدمة وهذه المبادرة توزعون هنا، إيش اللي قاعدين توزعونه على المعتمرين؟ صحيح، منذ دخول المعتمر إلى موقع العربات يتم إرشاده وتوزيع أدوات خاصة بالتعقيم مثل معقم وكمام وبعض الإرشادات الاحترازية من التقيد باللبس الكمام وتعقيم اليدين قبل استخدام العربة، وكذلك بعد الانتهاء من العربة يتم تعقيم المعتمر ومغادرة الموقع بإذن الله. آلية تعقيم عربات التنقل كيف تتم؟ صحيح، يتم تعقيم العربات بشكل دوري على مدار الساعة، وذلك من خلال فنيين مختصين بهذا التعقيم. كذلك يتم استهلاك أكثر من 180 لتر يوميا في تعقيم العربات قبل الاستخدام وبعد الانتهاء من استخدامها. الله يعافيكم. نعم عبد الإله، وحنا نتواجد الآن في هذه المبادرة وهي مبادرة التنقل. أنا شدني هذه الحقيبة وهذا الكيس الذي توزع هذه المبادرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وراح نعرف إيش اللي يحتوي هذه الحقيبة وهذا الكيس. يوزع قبل استلام عربات التنقل، العربات الكهربائية على المعتمرين، هذه الحقيبة. الحقيبة يوجد بها كمامة، يوجد بها كذلك معقم لليدين، كذلك عبد الإله يوجد منديل معقم كذلك، وجل معقم لليدين. كل هذه الأدوات تتواجد في هذه الحقيبة التي توزع على المعتمرين هنا في منطقة إدارة التنقل في توزيع عربات الكهربائية والعربات اليدوية. نعم عبد الإله. شكرا أسامة العبيدي على هذه التغطية.